ازيكم يا ابطال، اخباركم ايه؟ وحشني جدا جدا والله. شهر 12 ثانويه عامه، الاول بس طمنينوا عليكم، يعني اسف على الغيبه الطويله دي. شهر تقريبا كان ورايا امتحانات وضغوطات، وبصوا وبره الضغوطات اللي في جروب التليجرام واللي عندي على انستا عارفين الكلام ده يعني. بس انا مبسوط ان في ناس مقدرين، يعني سنه رابعه طب حرفيا. يلا ربنا يسهل. انا بس مش بحب اتكلم كتير عشان وقتكم. يعني الفيديو ده والفيديو اللي بعد ده حرفيا هيبقوا من اقوى الحلقات، عشان الفيديو اللي بعد ده هعمله عن روتيني في الثانويه العامه بالتصوير بقى، اللي هو يعني بصحى اعمل ايه هكذا، الروتين كله يعني من صلاه، مذاكره، اوقات بريك. اخواتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، مهم جدا انك تفعلوا زر الجرس عشان يبقى انت اول حد يوصل له الفيديو ان شاء الله. فستي توند برضو للفيديو الجاي. والحلقه دي من اقوى الحلقات لان هنجاوب على اسئله مهمه جدا جدا، على معظم الاسئله اللي بتدور في مخكم كلكم، يعني اللي هو هل لو بدات دلوقتي هلحق تذاكر كام ساعه في اليوم كمتوسط، تحضر قبل الدرس قبل ما تروح السنتر وهكذا ولا لا، تبدأ تحل كتب تانية من شهر كام، تذاكر كام مادة في اليوم. انا الاسئلة دي اتسألت لي وانا بحاول افتكرها. يعني البطء في المذاكرة مشكلة، دي مشكلة الفون، في ناس كتير بتضيع وقتها على الفون، مشكلة النسيان بينسوا بسرعة، ايه المواد اللي تنفع سنتر وايه المواد اللي تنفع اونلاين. اظن ان احنا هنقسم الاسئله دي على فيديوهين، يعني فده الفيديو الاول منهم وهيبقى مهم جدا جدا، وينفع درسين في الماده ولا لا. يعني في ناس لحد دلوقتي بتسال السؤال ده. اخر سؤال، هو يوتيوب هتتفرج عليه قبل ولا مع ولا بعد الدرس بعد ما تروح السنتر يعني، والبريك بتاعك يكون ازاي برضو. وبرضو في سؤال اتسال لي، هل الكليه اصعب ولا الثانويه؟ يعني كميه اسئله كثيره بس هنجاوبها ان شاء الله كلها. يعني كان في برضو بعض الاسئله الثانيه هعملها في فيديو ثاني عشان ما بحبش وقت الفيديو يكون طويل، يعني اتفقنا. اول سؤال يا حبايب قلبي، اللي هو تذاكر كام ساعه في اليوم؟ ببساطه انا لو جاوبت على السؤال ده اجابه محدده ابقى بكذب عليك، اتفقنا. انا اصلا بعاملك كواحد كبير، مش مجرد بقول كلام وخلاص. الفكره كلها ان في مصداقيه ما بيننا، ففي امانه في الحاجات دي. السؤال ده بيعتمد على القدره العقليه بتاع كل واحد فيكو، لان بالنسبه لي انت رحت السنتر خدت درس الهرمونات مثلا، لو رجعت البيت قرات مجرد قراءه بسيطه كمراجعه وحليت عليه وعلمت على الاسئله اللي غلطت فيها وتعلمت الفكره بتاعتها وضفتها لورق الشرح مثلا، لما شفت في ملحق الاجابات الفكره بتاعت الاسئله اللي غلطت فيها، ضفت فكره الاجابه دي في ورق الشرح في الهامش مثلا او في ستيكي نوتس او في دفتر ملاحظات بتاعك، ايا كان بقى، بالنسبه لي انت خلصت اللي عليك ده، راجعت اللي عليك وحليت وهكذا، بالنسبه لي انت كده تمام التمام، يومك مظبوط. اعمل بقى رفع عن نفسك، حرفيا ممكن تطلع بالليل كده مع اصحابك. لازم ما تاخدوش الموضوع اللي هو لازم 24 ساعه مذاكره، ما فيش حد يقدر يعمل كده. لا، لازم تاخد بريك حرفيا كل ساعتين كده، ترفع عن نفسك، تعمل رياضه، تاكل سناك، تعمل اي حاجه، فاهمين قصدي؟ في حد هيقدر يخلص اللي عليه في ساعتين، وفي حد ممكن يخلص اللي عليه في 4 6 ساعات ممكن يقضيهم في الدرس الواحد. فدي تنقلنا المشكله الثانيه بقى، وهي مشكله البطء في المذاكره. هتقولي انا بحس باحباط لما اخلص الدرس في 6 ساعات على عكس صاحبي اللي بيذاكره في ساعه تقريبا. انا مقدر النقطه دي، وهنا هننتقل للمشكله الثانيه وهي البطء في المذاكره. المشكله دي بتتقسم لقسمين، الجزء الاول انك فعلا خدت 6 ساعات في الدرس وانت كنت مركز فعلا بدون اي عوائق مثلا عطلتك في الدرس دوت تخليك تاخد المده دي كلها، اتفقنا. الجزء الثاني انك اتاخرت في المذاكره بسبب عائق فعلا، اللي هو السرحان مثلا، عمال تفكر فيها، بتفكر الريال هيكسب والاهلي حلها بسيط جدا يا حبايب قلبي، اللي هو لو انت ذاكرت فعلا اول مره الدرس الواحد في 6 ساعات مثلا بس هضمت الدرس بمعنى الكلمه، فانت توب التوب بجد. صاحبك اللي تلصق الدرس في ساعه ولا ساعتين تعال اساله فيه كمان يوم هتلاقيه نسيه. هل ده معناه ان اللي قضى في الدرس 6 ساعات مش هينسى الدرس؟ لا، هينساه طبعا. ما انا لازم اكون صريح معاك، لكن او 6 ساعات ده في المره الثانيه لما تيجي تذاكره بدل ال6 ساعات هتاخد ساعه، في المره الثالثه هتلاقي بقيت بتراجع الدرس في 10 دقائق، في المره الرابعه خلاص يعني مجرد بالنظر كده، فاهمني. وعلى فكره انا من النوع بتاع ابو 6 ساعات، هو اللي انا مقتنع طالما ذاكرت الدرس من اول مره بشكل كويس جدا وذاكرته بضمير، في المرات الجايه هستريح فيهم. يعني انا بتعب اول مره عشان المرات الجايه، عامل حساب المرات الجايه. هل لو بدات دلوقتي هتلحق؟ طبعا هتلحق بنسبة 100% هتلحق، بس لو بطلت تسأل السؤال ده وبدأت فعلا وانت عارف ان ربنا هيعوضك. طيب لو انت عليك متراكم كتير اتفرج على فيديو التراكمات اللي انا نزلته، وهحط لكم اللينك فيديو التراكمات في الوصف، وكل اللينكات المهمة الفيديوهات اللي هتفيدك فعلا هحطها لك في الوصف هنا. بس انا هقول كلمتين للناس اللي ما بدأوش خالص خالص، يا اما تاخد مع مدرسين برايفت اللي هو بيدولك من الاول خالص، يا اما تمشي مع المدرس في السنتر في الجديد. طب والقديم؟
اكيد في قديم برضو مترتب على الجديد، هتاخد من وقت نومك وتعمل جدول في الاسبوع كده بحيث تمشي مع الجديد، تاخد جزء من القديم كل يوم من وقت نومك. ما هو انت لازم تيجي على نفسك لحد ما تخلصهم. انا مقدر ان الموضوع متعب جدا طبعا، بس صدقوني انت هتيجي على نفسك دلوقتي عشان راحتك بعدين. حباب قلبي بجد بدون مبالغة، انتوا هتنسوا اي لحظة تعب عشتوها وقت النتيجة، وقت فخر اهلك بيك، يعني البيت حرفيا هيتملى زغاريط، فاهمين قصدي؟ اللحظة دي انت هتبقى فرحان فيها زي ما انا قلت اكتر من يوم فرحك بجد والله بدون مبالغة يعني. فاتعبوا دلوقتي يا جماعة عشان بعد كده، مش هقولك تستريح بعدين، هقولك عشان تتعب في حاجة بتحبها بعدين بجد. واي حد عنده شغف في حاجة هيتفوق فيها باذن الله في المستقبل. برضو ما تنسوش تضيفوني على انستجرام اللي هو ده اسم اليوزر بتاعي، انا مستنيكوا هناك حرفيا عشان نبقى اصحاب وهنتواصل مع بعض دايما، واي حاجه احتجتها ان شاء الله احاول اساعدكم. انا اكتر الوقت اكتف على انستجرام وعلى التليجرام. التليجرام دوت جروب احنا عاملينه كده، اولا تحيه لعيلتي اللي هم على جروب التليجرام، انا بحبهم جدا والله، بحب استشيرهم في حاجات كتيره جدا وبشارك معاهم حاجات كتيره يعني. فبجد اي حد عايز ينضم لاسره قناه التليجرام بتاعتنا يعني هتلاقي اللينك في الوصف برضو، او ممكن تدخل على التليجرام تكتب في البحث كده بتاع التليجرام الاسم ده، هيطلع لك اسم القناه سنحققه حلما يعني. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، تحضر قبل الدرس يعني قبل ما تروح السنتر ولا لا؟ بصراحه مهم جدا انك تحضر ولو مجرد تقرا الدرس، تاخد فكره عنه من يوتيوب مثلا قبل ما تروح السنتر طبعا، بس ده لو عندك وقت انك تعمل كده. النقطه دي بتفرق جدا حرفيا، انا انك هتروح تستفيد من الدرس اللي بتاخده في السنتر فعلا، يعني مجرد اللي انت تعرف المصطلحات بتاعه الدرس، تعرف اسماء العصور مثلا اللي هو برمي كربوني ديفوني سيلوري ارتفيشي كامبري والحاجات دي، في ناس اول ما تسمع العصور دي مثلا او الاسماء دي بيقعدوا يفكروا في المصطلح لحد ما الحصه تنتهي بقى، فما يستفدش حاجه من الدرس. انتوا فاهمين قصدي؟ واظن حصلت معاكم قبل كده يعني. برضو في حاجات لما تقع منك من الدرس كده حرفيا انت بتفقد الشغف في باقي الدرس، فاهمني؟ فما بتعرفش تركز يعني او بتسرح. وبرضو اهتموا بالشخص اللي بتقعدوا جنبه في الدرس يعني. ما تقعدش جنب ناس اللي هم بيتكلموا بس في الدرس وبيتريقوا على اللي رايح واللي جاي يعني. فبالنسبه لتحضير قبل الدرس فدي تريكات الاوائل حرفيا. بالنسبه بقى لمشكله الفون، الناس اللي بتضيع وقت كتير جدا على الفون، انا كنت منهم بجد في ثانويه، انا معترف بكده يعني. في ابلكيشنز معموله عشان تقفل لك بعض التطبيقات اللي على الفون لفتره محدده لحد ما تخلص، استخدمها هتفيدك بجد، زي اب بلوك، عندك فورست، عندك كذا اب يعني اللي هو يقفل لك التطبيقات دي. في حد هيقول لي اصل انا بذاكر على الفون، حدد التطبيقات اللي هتتقفل زي السوشيال ميديا مثلا، اقفل السوشيال ميديا كلها اللي انت مش محتاجها، ما تقفلش الفون كله عادي يعني. لو مش محتاج الفون في مذاكرتك قبل كده قلت لك انك تديه لحد من اهلك بجد، وتقول له بص لو اتعفرت قدامك كده ما تدينيش الفون غير الساعه كذا لما اخلص اللي عليا، وزي ما قلت لكم هنذاكر وقدامنا ستوب ووتش عشان نحس بقيمه الوقت ونركز اكتر، وبرضه نعمل تحدي الصحاب بقى والكلام ده. بصوا انا مش عايز اعيد الكلام تاني، بس حرفيا فيديو ازاي تذاكر باعلى تركيز والكلام ده كله انا فرحان ان هو فاتكم بجد يعني، هحطه لكم برضه في الوصف عشان اللي ما شافوش. هنكمل بقى المشاكل التانيه، وزي ما وعدتكم برضه هنصور كده الروتين بتاعي في الثانويه العامه من الصبح من مذاكره وبريك والكلام ده كله، عشان ممكن حاسه ان هو هيفيدكم بجد. هنكمل بقى المشاكل بقى في الفيديو اللي بعد ده، عشان مش حابب ان انا اطول في مده الفيديو، وانا بعتذر منكم لاني مقصر معاكم الفتره اللي فاتت عشان حرفيا مضغوط، حرفيا ضغطه ما يعلم بها الا ربنا. ان شاء الله راجعين بقوه وبتشجيعكم حرفيا بكمل، وانا بتبسط جدا بتعليقاتكم سواء على يوتيوب هنا او على جروب التليجرام او على انستجرام، اكتر حاجه بتبسط بيها تعليقاتكم على الانستجرام يعني. وفرحان برضو ان الفيديوهات التحفيزيه اللي بعملها بتعجبكم يعني او بتشجعكم ولو بنسبه بسيطه. واستنوا الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله ما اطولش فيه خالص، لا هنزله بسرعه، وبالتوفيق يا اخواتي. ولو احتجتوا اي حاجه انا معاكم، كان معاكم دكتور عمرو البركي في رابعه طب بشري عين شمس. بالتوفيق يا اخواتي.